قرار مفاجئ أصدر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإنهاء التعاقد مع الإعلامي المصري أحمد شوبير بعد ضجة واسعة أثارها خلال ظهوره على قناة أون سبورت الرياضية. عايزكم تفضلوا بقى تستنتجوا كده كل شوية. الشرارة الأولى كانت مع وفاة لاعب المنتخب المصري ونادي مودرن سبورت أحمد رفعت اللي تسببت بحزن كبير بالأوساط الرياضية والشبابية في مصر. للي ما بيعرف القصة، اللاعب تعرض لوعكة صحية قبل 4 شهور وتحديداً في مارس الماضي، توقفت عنده عضلة القلب لأكثر من ساعة قبل ما ينجح الأطباء في إنقاذه وإعادته للحياة. بدأت الاتهامات تلاحق شوبير كونه كان نائب لرئيس نادي فيوتشر وقت أزمة اللاعب مع قضية التجنيد، وظهر بعد فترة من تعرض رفعت للإغماء ولمح لتعاطيل المنشطات وإنها كانت السبب في سقوطه على أرض الملعب. وبعد وفاة رفعت استرجع الجمهور تصريحات أدلى فيها خلال مقابلة مع الإعلامي إبراهيم فايق، اتهم فيها مسؤولين اثنين بالتسبب بالأزمة اللي مر فيها دون ما يكشف عن أساميهم. وفي الظهور الأخير لشوبير على شاشة أون سبورت فتح النار على إعلاميين كونهم بحسب أولو بدهم يركبوا الترند وما بيعرفوا معنى الحزن، وتوعد منتقديه بالرد وحكى أخذ الحق حرفة. بس الاتهامات ما وقفت عند هالحد، ورجع شوبير لإثارة غضب الكثيرين وقت اللي دافع عن لاعبة الفريق المصري للدراجات شهد سعيد اللي انضمت للبعثة المشاركة في أولمبياد باريس 2024 رغم إيقافها لمدة عام بعد واقعة الاصطدام بزميلتها جنى عليوة في سباق بطولة الجمهورية بأبريل الماضي. وإنتوا خبرونا، هل فعلا يستحق أحمد شوبير الإقالة؟